السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير. في الفيديو ان شاء الله اليوم غادي نحاولوا ندويو شويه على علي اكسبريس وبعض النقاط المهمه اللي خصكم تعرفوها قبل ما تبداو هذا المجال هذا، ولا الناس اللي ديجا بداو نحاولوا ندويو على بعض الامور اللي خاص اي واحد يعني خدم في علي اكسبريس افيليت خاص يكون كيعرف هاد الحوايج هادو. بطبيعه الحال غادي ندويو شويه على الطرق ديال التسويق وفين تقدر انك تسوق المنتجات ديال علي اكسبريس، واللي من خلالهم من خلال التسويق تقدر تربح واحد العموله. اذا كما كتشوفوا هذه الواجهه ديال الداشبورد ديالي، يعني في الشهر اللي فات يعني قدرت انني ندير، يعني رغم انني ما كنخدمش يعني هاد الشهرين ما خدمتش، يعني كما كنسميو كنبريكولي، يعني ما عرف شحال كنحاول نحشي فيديو شي ريلز اولا كنبارطاجي لي ديليا. هنا في هاد الشهر هذا يعني حاولت نجيب 87 بايت اوردرز، اللي جابت بدورها 68.96 كما كتشوفوا. يعني في نفس الشهر كومبليتد اوردرز اللي هي 72، اللي جابت 106 ديال الدولار. بالنسبة للكومبليتد اوردرز يعني عم تخلص فيهم مثلا هنا كما كنشوفوا من 1/7 حتى 31 شهر 7، هاد 106 غادي نتخلص فيها في ما بين 19 و25 في شهر 8، وحنا اليوم في 17 شهر 8، يعني ما بقى والو، غادي يدوزو 106 هادي غادوز هنا. غاتولي غاتولي في الاكونت اوفر فيو. دونك الحاجة اللي بغيت كلشي يعرفها اللي وقعت لي الشهر اللي فات كنت عارفها فعلا، ولكن يعني البروسيس ديال علي اكسبريس مازال ما فهمتوش مزيان علاش كاينه هاد القضيه هادي. واخا استنتجت واحد الحاجه اللي قلت ممكن انها تكون السبب في داكشي، الا جينا نشوفو في البيمنت انا في يعني في الشهر اللي فات يعني حاولت نسحب 105 ديال الدولار. طبيعة الحال 15 دولار كتمشي يعني هيك في انا شنو بغيت ندوي عليه بالضبط. هي هادي، انتم كما كتلاحظوا هنا كاينه 22 شهر 7 2024، جاتني فقط 88.41، وهي في الأصل كانت تقريبا واحد كلو 97، كانت 97 إلا كنت واقف بالعقل، كانت 97 وصلتني فقط 88.41، يعني بقات خاصني 9.49. هاد 9.49 فين مشات؟ هنا شنو كيقولوا لنا؟ نحاولوا بالنسبه للناس اللي ناقصين شويه في الانجليزيه كنحاولوا نقلبوها العربيه باش ماشي يبان. هنا كيقول لك خصومات، شنو تيقول؟ كيقول لك اودي قد يتم خصم الدخل بسبب الطلبات الخاضعه للسيطره على المخاطر، الرجاء التواصل مع مركز الجزاءات اذا كانت لديك اي اسئله انت كذا كذا. هنا شنو استنتجت باللي نمشيو نرجع لهذا الشهر هذا، هذا الشهر هو هذا يعني ما خدمتش فيه. نمشيو للتقارير، نمشيو للتتبع المباشر للطلب، شنو غندير في الحالة هادي؟ غنمشي نرجع واحد يعني آخر ست شهور يعني من 18 فبراير. هنا قدم كنمشي لحالة الطلب، حالة الطلب غنشوف غير متاح، ندير على التقرير. اشنو كيعطوني هنا؟ كيعطوني بلي هاد لي زارتيكل هادو مكتوب قدامهم انفاليد. وهاد حالة انفاليد علاش كيعطوني هنا؟ هي الى كتبان لكم
أيه. يعني مثلا السيد رد داك المبلغ كيقول لك خطورة، هذه ما فهمتش صراحة. هنا قال لك مكافحة بريد إلكتروني عشوائي غير ناجح، دفع متأخر مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي، عدم تسوية الفترة الأكاديمية 8 تاريخ الدفع سبعة كذا كذا كذا. هاد البريد العشوائي هذا كنسميو حنا سبام، اللي هو سبام. كيقول لك هاد يعني هاد الترويج اللي درتي، هاد الرابط، هاد الناس اللي شراو من الرابط ديالك، هاد الرابط ديالك انت كيتعتبر سبام. لذلك داكشي كامل اللي جا من خلال هاد الناس هادو كينقصوا ليك في الاخر. يعني او كما شفتو، لا نمشيو للبيمنت. عملية السحب لا نصل الحساب دونك هاد تسعود 9.49. الا جينا حسبنا هادشي كامل دوك لي زارتيكل اللي كتبوا لينا قدامهم انفاليد، الا حسبناهم ديال الشهر الطب ديال 22 شهر 7، غنلقاو بلي يعني التوتال ديالهم هو 9.49. داكشي علاش حيدوا لنا 9.49، كيقول لك زعما راه سبان. نتمنى تكونوا فهمتوني في النقطة هادي. ندوزو دابا النقطة الثانية اللي هي هاد 9.49 غلطوها لينا سبام. علاش غلطوها لينا سبام؟ هذا استنتاج ديالي خاص، يعني بكثرة ما خدمت في هاد إكسبريس، هذا استنتاج ديالي. نمشيو ندوزو لواحد الأكونت، هذا أكونت جديد، أنا كنت صوتو شحال هادي ولكن معطوني خدمت بيه غير باش ندوزو بيه التيست وصافي. شنو تيقولو لنا؟ إلا جينا الأكونت ماي هادي ماي ويب سايتس، هادي أنا بالضبط قشنو كيقول ليا؟ كيقول ليك حاول تحط كاع لي سوشيال ميديا بلاتفورم ياك، أولا لي سيت ويب، أولا لي لوندين بيج، أولا كاع لي زاكونت اللي كتخدم بيهم اللي كتروج فيهم. والأغلبية ديال الناس ما كيحطوهمش، يعني الأغلبية ديال الناس ما كيحطوش البلايص فين كيروجوا. كنت كتروج بالايميل حط لهم الايميل هنا، كنت كتروج فيسبوك حط لهم فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، سميتو بينتريست، ولا عندك سيت ويب ديال كتروج فيه كتحط فيه لي بروداكت ديالو كتروج ليهم. داكشي كامل خاصك تحطو هنا. اشنو كندير؟ كنجي لهادي ها هي انسايت، كيقول لي واش نيتورك ولا نو نيتورك. الا كانت نيتورك كنختار نيتورك، الا كانت نو نيتورك كنختار نو نيتورك. مثلا نو نيتورك شنو فيها هادو، واش دريب شيبين، واش دروب شيبين فوال، واش السوشيال ميديا، واش كونتنت، واش عندك بلوغ، شوبي البلاتفورم، ايميل، واش تخمم بالاي سي او. المهم حنا نمشيو للسوشيال ميديا. مثلا اشنو تيقول لك؟ يقول لك واش شي جروب شات، واش انت عارف اليوسف، واش كدير شي فورم ولا دوك لي فورم اللي كيتعمروا. حنا غنديروا الادرس، كنمشيو كنحطوا السميه ديال مثلا عندنا فيسبوك، كنمشيو نحطوا السميه ديالنا فيسبوك، كنحطوا السيت يعني الرابط ديال ديك لاباج ولا ديال ديك الصفحه باش كنروج، سواء صفحة شخصية سواء باج فيسبوك. لك نحطو كاتيجوري، اش من كاتيجوري هنا؟ كنحاول نختارو بزاف ديال لي كاتيجوري. معليش مثلا هنا كيقول لك ردي منين كيجيك الترافيك، حنا غنديرو جلوبال، ماشي منين ما جانا الترافيك نقبلوه. ديسكريبشن يعني بلا ما نديرو، وكدير سبميت كان تحت دي السيت الاول. هنا شنو تيقول ليا؟ انا بالحمر هذا تيقول لك مثلا نحطو شي حاجه فيها عالي ياك، اي هيكم مثلا دوت كوم. شنو غيقول لي؟ غيقول لي
بلي هاد السيت ويب هذا فيه واحد الكلمه اللي ما كنقبلوهاش، يعني حذاري من هادشي اللي عندهم لي سيت ويب ولا اللي عندهم اش كيسميوه لي نون ديال البيج، حذاري تحطوا شي سيت ويب فيه هاد الكلمه هادي، هما كاينه هادي تكون عالي يعني تكون فيه عالي بحال كما درنا هنا، انتوما بحال هادي دابا درنا عالي هيكو مثلا، هادي راه ممنوعه ما غاديش يقبلها ليكم هنا. كاشنا اخر عندنا علي علي اكسبريس هكم فرقة علي اكسبريس علي بابا او تابوا ولا ما عندناش هاد العبارة دي تاهي. دونك هاد النقطة هادي اساسية ومهمة، مكنضنش ان شي واحد يعني فايت شرحها، كاع الناس تفرجت بزاف ديال الفيديوهات ديال علي اكسبريس بورتالز ولكن تا واحد ما شرح هاد القضية هادي. حاولوا تحطوا الماكسيموم ديال البلاتفورم فين كتخدموا فين كتروجوا، مثلا انت حط لهم فيسبوك باج حاول تحط لهم لا باج اللي كتروج بها ولا باج الشخصيه ديالك، باش الا جاب الله روجتي باج الشخصيه ما توقعش في السبام، ولا روجتي بالايميل ما توقعش في السبام ديالهم هما، تيقول لك دير هاد انت هاد البلاتفورم هادي اللي روجتي بها ما دخلش عندنا في الباز الطوني ديالنا. اشنو كيصيفطوا لك الى جاب الله روجتي بشي يعني كيصيفطوش لك سيو بلاس، باش نكونوا فاهمين تقدر دوز الاولى الثانيه الثالثه، فاش كيجيوك بزاف ديال مثلا ديال الاوردرز في داك البلاتفورم مسجلاش عندهم، شنو كيجيك واحد الميساج بحال هذا، شوف هنايا كيجيك واحد الميساج بحال هذا او فيت جانب، فاش حيدوا لي ديك 9.49 ها هي نشتو التاريخ، هي 9.7 9.7 و تقريبا 20 في شهر 7 يعني مشات لي هذه 9.49. انا شنو تيقول لي هي مخالفه طفيفه في مكافحه حركه عشوائيه مستوى الخطوره مخاطره منخفضه. هنا قدمت لهم واحد الطعن، تحطيت لهم يعني ديك الساعات شنو كان وقع ليا وشكيت فيها، كنت كنروج في بينتريست وواحد فيسبوك من غير هذاك اللي عطيت لهم، بينتريست ما عمرني حطيت عليهم، واليوتيوب هذيك الساعات ما حطيتش لهم باللي غير كنروج في اليوتيوب ولا داك الاكونت فيسبوك ولا شنو سميتو البينتريست، حطيت لهم هنا قلت لهم ودي فهمتي راني روجت بهاد لي زاكونت هادو ما حطيتهمش كدا، حطيتهم من بعد، ولكن قال لك فاشل الطعن داكشي علاش خصمو داو الخصم ديال 49، كاع دوك لي شكو فيهم داو ليهم الخصم. هادي من جهة النقطة هادي نتمنى تكون مفهومة، إلا ما كتشوفهم مفهومة حاولوا تحطوا ليا في لي كومونتير شنو اللي ما فهمتاش بالضبط، يعني باش نمشيو دقة دقة، اللي ما فهم شي حاجة يحاول يحط ليا كومونتير الحاجة اللي ما فهمهاش فهمها لي. ألوغ بالنسبة لواحد القضية أخرى كتجيني في الميساج اللي هي هذي بالنسبة للمبتدئين هما اللي ما كيعرفوهاش، أنا بارطاجيت مثلا اللين ديالي في فيسبوك، دخل واحد الشخص شرا داك البرودوي من اللين ديالي، ياك شرا اون فوا كيدوز الخلاص كيدوز البيمو، اشنو كيوقع؟ كنجول التقارير هنا تتبو مباشر للطلب، يعني هذا كاين تحت لك سيغ بلاس، ما كاينش يومين ولا ثلاث ايام، سيغ بلاس كاين تحت لك مثلا 13 شهر 8، يعني هذا راه اون فوا دار البيمون تحسبات ليا لورد صافي اون فوا، يعني شنو ما كيتحسبش ليك هاد اللعيبات على وقت الطلب المكتمل، يعني الا شد هو يعني ما امتى كتحسب ليك فاش كيشد هو البرودوي، اون فوا كيشد هو البرودوي كتحسب ليك هادي صافي، هادي فاش كي اش كيسميوه بالنسبه لوقت الطلب المكتمل، هذا فاش كيتشد البرودوي اون فوا كيوصلوا كتكون تما، يعني كدوز ديك الفتره ديال الوصول صافي كيوصل كيشد البرودوي في يديه كدوز ليك هادي
اوتوماتيكمون لهنا، كندوز لك الطلبات المكتملة هنا. نشوفو مثال ديال الطلبات المكتملة، كنجيو هنا تدبو الطلب، كنحاولو نفلتريو، كنديرو وقت الطلب المكتمل، نختارو عاوتاني آخر 6 شهور ونديرو عرض. رغم مثلا هذا السيد شرا في 2020، امتى توصل البرودوي؟ 14/8/2024. مزيان، هادي مفهومة. السؤال كيقول لك اودي واش يعني واش باش غادي نعرف بلي السيد شرا من ليان ديالي، باش غادي نعرف كذا؟ كاين واحد القضية، من غير انه السيد مثلا صيفط لي ليان وشرا من داك ليان، سير بلاص كطلع عندك هنايا بلي راه السيد شرا هاد بلاص 13/8، كطلع عندك وقت الدفع المكتمل، كطلع لك هنا. يعني هادي باينه مفهومه ياك. انا سيدي بغيت مثلا بغيتي كل باج عندك بزاف ديال لي باج كتغوشيو مثلا فيسبوك، اولا عندك بزاف ديال لي جروب كتغوشيو، باغي نعرف هنا جروب بالضبط كيجيب ليا المبيعات. يعني هنا جروب بالضبط كنلف فيه كنبارطاجي فيه دي ليان ودي بروداكت وكيكليكو عليهم الناس وكيشريو. يعني اشنو كندير هنا؟ شنو كيقول ليا معرف التتبع؟ غالبا كيكون عندك انت الديفولت ياك. غالبا كنمشي انا كندير واحد كنحاول كري واحد سميتو واحد المعرف ديال التتبع اللي كنلقاو هنا في الحساب، كنلقاو هنا معرف التتبع، كنكليكيو عليه. أو مثلا أنا عندي هاد الجوج، هذا كيكون تلقائي وهذا أنا اللي زدته. داو هذا باغي نروج شي بروداكت وباغي نعرف واش داك البروداكت تبع ليا ولا لا. مثلا نقدر نحط هنا ما لا نهاية ديال لي اي دي باش نتبع ليان. اشنو كندير؟ كنجي هنا كندير انشاء اي دي، يعني الاي دي ديال التتبع. كندير هنا السمية اللي بغيت، مثلا نختار هنا مثلا ديو فاست تيست، ولا ديو فاست تيست تتأكد. هو كيطلع لي هنا فاست تيست. اشنو كندير مثلا؟ نمشيو ناخدو شي بروداكت مثلا كيما بغا يكون. شوفو هدا، بون هدا كيطلع لي هنايا بلي إلا جاب الله الكليان شرا هاد البرودوي هدا من ليان ديالي، يعني ليان اللي عطيتو اللي بارطاجيت، كنربح 7%. جاب الله دخل داك ليان ديالي، يعني ندخل ليه، ولكن هذا البروداكت هذا ما عجبوش، مثلا عجبو هذا البروداكت هذا وشراه، حتى هي كناخد فيها 7%. هادشي واش مزيان على اكسبريس؟ ماشي بحال امازون، يعني امازون بالضبط داك ليان هو اللي خصو، يعني داك البروداكت بالضبط. على اكسبريس لا، عندي باش مزيانه 7%، سواء شرا من داك سواء شرا داك البروداكت اللي روجتي ليه، سواء شرا اي بروداكت كما بغي يكون. مثلا دخل ليان ديالي ياك، انا عطيتو هذا البروداكت ولكن هو لا مشى خرج، بان لي هذا البروداكت مثلا صافي مشى شرا هذا، كناخد 7%. يعني اون فوا دخل ليان ديالي شرا ديك الساعة كناخد الكوميسيون ديالي صافي. هادي
باش مزيان على اكسبريس رقم واحد طوب هي هادي. مثلا اذا عندك شي زهر عنده السله ديالو، مثلا عنده السله عنده السله فيها دي بروداكت ياك، هو ديجا اختارهم قبل ما يدخل ليان ديالك. مثلا البارح اختار دي برودوي انه هو غادي يشريهم وما شراهمش البارح، يعني غادي يشريهم اليوم، وتصادف انه دخل لك الجروب ولا دخل لك البلاصه فين روجتي، لقى ليان ديالك عجبو داك البرودوي اللي مثلا اللي روجتي ليه، دخل ليه مثلا هكا، دخل لهاد البروداكت هذا عجبو، مثلا عجبو هاد البرودوي هذا ولكن لقى الثمن ديالو مثلا طالع ولا لسبب من الاسباب ما شراش مازال من داك اللين ديالو، يعني ما شراش مازال سواء داك البرودوي ديالك ولا ما شراش مازال من داك البرودوي اللي البروبوزيتي عليه، ما شراش صافي خرج قال لك هذا جيتي بارك عليا غير هادشي اللي عندي في السله. شتي اذا جاب الله دوز البيمون داكشي ديالو اللي عنده في السله، واخا انت ما عندك به حتى شي علاقه، كتاخذ الكوميسيون ديال داكشي اللي شرا، كتاخذ عاوتاني 7% ديال داكشي اللي شرا على حساب ماشي ديما كتكون 7%، باش تعرفوا لا كوميسيون راه كتبدل. الا بغيتي تعرف الكوميسيون شحال كنمشيو للبيمون، كنمشيو للكوميسيون روز. الو كنصح اي واحد يمشي يقرا هادشي باش يعرف شنو كاين. هنا كيقول لك موبيل فونز 3%، كمبيوتر كذا كذا، تابلت، ديسكتوب، لابتوب، هادي هادشي كامل 3% اللي كل متعلق. والتليفونات، التليفونات واحد القضيه فيهم 1% يبعدوا عليهم، يعني لما تبيع برودوي ديال 200 دولار ولا 300 دولار في 7% ولا 9%، أو تبيع تليفون ديال نقول لك حتى 500 ولا 600 دولار في 1%، يعني ديك 1% شحال كاع غتعطيك والو، تبيعها شي حاجه قليله ب 7% غتشد فيها داكشي اللي بيت اللي غتشد في تليفون ب 1%. الوغ بالنسبه للاكسسوار ديال التليفونات راه فيهم 9% ياك، بالنسبه للحوايج 9%، شنو اخر كاينين يعني دي برودوي فيهم سميتو فيهم 20% 19% 16%، كتقدروا تلقاوهم هنايا. كنمشيو للان سنتر، هنا كنختاروا الدوله اللي بغيت نروج فيها، النقطه بالضبط غنرجع ليها. شيبين فروم بما انه حنا كنخليو جلوبال، بما انه حنا المغرب ما عندناش الوير هاوس، يعني ما يمكنش ندير شيبين فروم ماروكو حيت ما عندناش عندنا وير هاوس هنايا، كنخليوها جلوبال. نشوفو هنا كتحط لك البروداكت الثمن ديالو 198 فري شيبين، الكوميسيون 7%، ها شحال غناخد في هاد البرودوي 13 درهم ياك 7%. الا جيت كنقلب هنايا، الا جيت كنقلب مثلا نشوفو شي برودوي مثلا هذا كيما قلت لكم، ها هو هذا لي زاكسيسوار ديال التليفون، مثلا بوشيطات كدا، يعني زاكسيسوار ديال التليفون فيهم 90% ياك. شوفوا شي حاجه اخرى، ها هما مثلا هذا، ها هو يعني الكلاود ساوند الحوايج فيهم 90% تاعهم. شوفوا ما بانش ليك شي حاجه هنايا، كتحاول تمشي تفلتري هادشي ديال انا كيطلع لي 97، كلا بغيتي يطلع لي 20 ولا 19 ولا مثلا، نمشيو نفلتري عاوتاني نديرو الكاتيجوري، نختارو شي كاتيجوري نجيو هنايا نجيو شوفو هادو لي زاكسيسوار تاهما 90%. شوفو لعلا عاسي يطلع لينا شي تيليفون، كيما كليكم التيليفونات راه فيهم 1%، يعني حاولو تبعدو من التيليفونات. تليفون كتبقى تروج ليه هنا قاعد تباع ب 500 دولار 1% ما بلانش، شي بحال 7% ولا 10% ديال 500 دولار تبارك الله فلوس. هادو التويز ولا فيزا الالعاب،
لعبتهم ما فيهم 7%، ما فيهمش إشكال 8% 7%، كما كتشوفوا هذا هو 13%. يعني كاينين 13%، 20% تقدر تصادفو، كدا 20%، 19%، 18%، كاين ماشي ديما 7%، هما 13%، 12%، 10%، فوالا هادي، شوف هادي 17%، 17%، 17%، ما يغرقهمش هذا، ما تشوفوش انت 4 دراهم يسحب لكم صافي هذا البرودوي رخيص داكشي اش ديري لي 17%. كاين البرودويات الشري فيهم ممكن 500 دولار ولا شنقول 500 دولار تقريبا، 200 دولار 300 400 فيهم 20%، 10%، يعني هذا الشيء فيه مدة، واخا تبان لك 7%، واخا تبان لك قليلة، فاش كتوصل شي مبلغ كتاخذ واحد الكوميسيون اللي هي طالعة. المهم هذا بالنسبة بالنسبة لي كوميسيون اللي كاينين، كما قلت لكم السيد حط في السلة ديالو لي برودوي، جا صوت وطن دخل لي ديالك بيشوف شي برودوي مثلا وما عجبوش مازال ما شراش، صافي مشى يشري داكشي اللي فايت دار في السلة، راك تحسب لك الكوميسيون ديال داكشي كامل اللي دار في السلة، كوميسيون سواء 7%، 1%، 9%، 10%، 20%، 19%، على حسب داكشي اللي دير في السلة. المهم هاد النقطة هادي حتى هي مفهومة، اللي ما فهمش شي حاجة يحاول يخلي ليا كومونتير يقول لي شنو ما فهمش بالضبط باش نحاول نشرح. بالنسبة للدول، الدول نديرو واحد تيست يعني صغير، ندخلو لسمرش، يلا ندخلو علي express.com، يلا فوالا علي express.com. اش كنجيو نشوفو يعني مؤخرا شكون الاول، الدولة الاولى ديال اللي كتزور علي اكسبريس، نجينا نشوفو نلقاو البرازيل، هي الاولى يعني في الترافيك، يعني 16% ديال البرازيل، 6 مليون، ميريكان، الى شتو شي موقع اخر يقدر يعطيكم معطيات اخرين حيت هذا مدفوع، يعني تلقاو فرنسا، تلقاو المكسيك، انو تلقاو من هنا غيبان لك شنو غتستهدف بالضبط، البرتغال يعني هنا تشوف يعني شنو دولة غتستهدف، يعني هاد الثلاثة هادو الطوب ديال الطوب ديال الطوب في الاستهداف. كيفاش كنستهدفو مثلا؟ هذا نشوفو مثلا انا يعني شخصيا نشوفو منين كيجيني الترافيك، يعني بغيت نعرف منين كيجيني الترافيك، كنمشيو للريبورتس، كنمشيو لللايف اوردر تراكين، هنا كنحاول نختار واحد ماشي لا داكشي شويه، كنحاول نختار اخر 6 شهور وندير ريفيو، ياك هادشي اللي درت في اخر 6 شهور مثلا، كنجيو هنا هاهي هاد البوطونه هادي كنديرو اكسبورت باش يعطونا جميع المعلومات ديال هاد الناس هادو اللي شراو، كنحاول نفتح هاد الفيشي هذا، نفتحو ب سميتو اوبن ويت اكسل، كنحاول نفتحو بالاكسل، فوالا هنا كيعطوني جميع المعلومات ديال هاد البرودوي هذا، جميع المعلومات يعني اللي تشهد خاطر هاد القناة، فوالا دابا نمشيو هنا الأهم اللي كيهمنا هو الدولة، كنجيو هنا كنلقاو ريجيم، هاهي ريجيم هما الدول،
شنو هما؟ باينين ولا ما باينينش؟ من هنا غيبان لكم الدول اللي كنستهدف، خصوصا جوج دول هما اللي كنستهدف بزاف، غيبان لكم هنايا. المهم اللي عرف الدول اللي كنستهدف بزاف يحطهم ليا في كومونتير. هما الدول اللي كنستهدف يعني اللي كتلقاوها بزاف عرفوها راني كنستهدفها. شاش كنقول لكم فكر خارج الصندوق، ماشي ديما البلاصة فين كنتواجد أنا هي اللي غادي يستهدف. مثلا الناس كيستهدفوا المغرب، ما كنقولش لك المغرب ما فيه ميتا، ولا ما كنقولش لك أنا خصوصا في الشهر الأخر يعني المغرب فاش كتدخل لي جروب فيسبوك ديال علي اكسبريس كتلقى منهم كيتشكى من الثمن الغالي. دونك ملي كتلقى واحد الجروب ديال واحد الدولة كيتشكاو غير بعد منه، يعني راه ما غاديش يشريو. الا كيتشكاو دوك الناس عارف بلي ما غاديش يشريو، من بين 10 الناس غيشريو واحد. انت اش غدير بواحد؟ المنافسه كاينه، اش تقسموا بيناتكم؟ فهمتوا البلان، فهمتوا المغزى. هذا الفيديو نقدروا نطولوا فيه شويه، ولكن خصنا نطرقوا لجميع الحوايج اللي مهمين. المهم السؤال كيجيني، كيفاش نعرف الدوله اللي يعني اللي شريت من البرودوي مليان ديالي، ولا داك السيد هذا من اين دوله؟ هذه المعطيات كنبغيو نعرفو الدول اللي مستهدفين، كنبغيو نعرفو الدول اللي كيدخلوا للكليان، ولا الدوله اللي كتكون في داك الجروب اللي انا مستهدف. فهمتي؟ هي كيكونوا بعض المرات الدول واخا كيقول لك هذا الجروب هذا مغربي، كيكون فيه مصريين، كيكونوا فيه جزائريات، توانسه، كيكون فيه فهمتي، واخا كتلقى الادمين المغربي ولا الناس اللي كي بوستو مغاربه، وانما كتلقى الاعضاء من جميع الدول. مثلا نقرا لك ديك اللغه، او مثلا حنا في المغرب هنا تلقى الجزائر، تونس، موريتانيا، تلقى مصريين، تلقى الدول اللي ناطقه باللغه العربيه. كذلك هو مثال بالنسبه للدول الناطقه بالانجليزيه. مثلا دخلت لشي جروب بالانجليزيه تقدر تلقى فيه كندا، استراليا، امريكان، اليوكي، تقدر تلقى بزاف الحوايج، السبليونيه، تقدر تلقى المكسيك، تقدر تلقى البيرو، تقدر تلقى السبليوني، البرتغال، البرازيل، كدا. هادي المعطيات خصكم تعرفوهم. الجروب اللي دخلتي ليه غير شوف فيه اللغه باش كيبوستيو، واستهدف جميع دوك الدول اللي كيدوبوا بديك اللغه، يعني راه هما العملاء محتملين انهم يدخلوا للليان ديالك. إذن هنا تعرفنا على الدول اللي كيدخلوا لعندنا، تعرفنا على السبام، كيفاش اننا نحطوا السيت ديالنا في عليكس السيت، ولا البلاتفورم اللي كنرجعوا فيهم اللينكيو مع عليكسبريس باش ما يجيناش السبام. عرفنا بلي الاوردر اون فوا كيدوز البيمون كيطلع لك الاوردر هنايا، اون فوا كيدوز البيمون كنقولها اون فوا مي با جوج دقيق كيطلع لك هنا صافي. هادي ما بقاش شي واحد يسولني يقول لي لا باش نعرف بلي السيد شرا من داك الليان ديالي، ولا بغيتي تتبع وتابعتي كل جروب فيسبوك كتلعب فيه بغيتي تخصص ليه الاي دي ديالو باش تتبع داك الجروب، واش كيشوفو الناس من اللين ديالي في داك الجروب. يعني كل جروب تحط ليه تخصص ليه اللين ديالو شنو كندير. ما كملتش ليكم، كنمشيو كنختار البروداكت اللي بغينا، مشينا نقصنا قبيله لي كوميسيون، ما شرحناش مازال النقطه. مثلا هذا عقلتو كان عندنا الاي دي، كان عندنا الديفولت اللي كيكون ديما، وجوج اخرين ياك هذاك اللي زدنا دابا ولا اللي كان كنجيو كنديرو تيكست. هنا كيقول لك اودي ماناج تراكين اي ديز، هنا الاي دي ديالك يعني كتراكي الليان ديالك. مثلا هاد الليان هذا نديرو مثلا هذا اللي صوبنا كنكوبي الليان كنمشي نروجو فايل جروب اكس. فاش كنجي هنايا فاش كنجي لواحد
واحد الاوردر كتجيني عفوا كتجيني اوردر هنايا مثلا بلاصه 13 هادي باغي نعرف يعني اش كيسميو باغي نعرف يعني منين جاتني اش من ايدي كنجيو هنا كنديرو اون بلاتفورم اون بلاتفورم تراكين ايدي هي تراكين ايدي نديرو هاد الفاصل اللي درنا نوفيلا هنا كيقول لي راه ما عندك حتى شي اوردر بهاد هي بالتراكين بالتراكين ايدي يعني التراكين هذا ما عندك فيه حتى شي ميموار انا الا زيد داك اللي كوبي قبيله ومشيت بارطاجيتو في داك الجروب اللي مستهدف باش نعرف واش الناس مهتمين كيشري ولا لا اشنو كندير كنهزك ليا كنحطو تما الا فوا شي واحد كيشري كنجي للتراكين ايدي كنختار داك الايدي اللي الكوبيت اللي مرتبط بداك اللي كوبيت كيطلعوا لي هنا الا كانوا الناس شراو بالنسبه هنا كاين شقول يعني كيبين لي كلشي يعني كاع الناس يعني كاع الاي دي اللي عندك الديفولت هو اللي كيكون ديما يعني الديفولت هو اللي كتلقاو في الاكونت ديالك كتلقى الديفولت انت كتزيد اي دي كل اي دي كتخصم مثلا شي بلاصه هادشي الا بغيتي تتبع يعني كل جروب مثلا شحال كيجيني فيه ديال ترافيك ولا واش دوك الناس مهتمين كيشري ولا غير كيشوفوا هادو نقاط مهمة بالنسبة لدوزو النقطة اللي كلشي كيتسنى ديال الترويج الترويج راه ما يكذبش عليكم شي واحد بالنسبة للافيليت السي بي اي ولا تقريبا اي ادسنس اي مجال كيما بغي يكون الترافيك يساوي الفلوس عندك الترافيك غتجبد الفلوس ما عندكش الترافيك ما غاديش تجبد الفلوس هادي واضحة ياك نرجع لاليكسبريس اليكسبريس بالنسبه للترويج ديالو يكفي انك كتروج فيسبوك تيك توك بينتريست انستغرام يوتيوب جميع المنصات اللي فيهم يعني القابليه انك تروج فيهم بشرط انك تهز كل بروفيل صوبتي كتروج به انك الليان ديالك ديال اليكسبريس اتهزو تحطو في اليكسبريس ملي هاني كنروج في هاد الليان كتحط ليهم الليان السميه ديال البلاتفورم واش فيسبوك واش انستغرام واش كدا واش هادي وكتحط ليهم الليان وكتمشي تخدم مع راسك كتشوف ديك الساعات فين كيجيك الترافيك كتهز بالنسبه لفيسبوك اولا فيسبوك بزاف وانستغرام كنشوفو مثلا نشوفو شي بروداكت هنايا اغلبيه كيحطو فيديو يعني الاغلبيه ديال البروداكت كيحطو فيديو كنمشي كنهزك الفيديو كنعدل عليه شويه في كاب كات مثلا عندي اي حاجه نعدل عليه نزيد صوره نزيد هذه بحال هذا هاد الفيديو هذا ها هو بسيط نهزو ندير شي كادر ندير ليه سميتو في كاب كات نريقلو واحد شويه نزيد ليه شي مزيكا ولا هادي مزيكا من الاحسن خليوها حتى الفيسبوك وزيدوها نهز هذا كيبان ليا مثلا هاد العنوان هذا كيبان ليا مخربق كنمشي كنديل شات جي بي تي كنقول ليه كتب ليه عنوان مقاد كيكتبوا ليك كدي ليه ديسكريبشن كيعاود يكتبها ليك بطريقه مقاده كتحط كتبوستي لي ريلز ديال لي ريلز بزاف ما كيتشافوا لي ريلز النقطة المهمة اللي بغيت نشيرها في هذا الفيديو كامل وهي بالنسبة لواحد القضية أنا كنتصفح مثلا فيسبوك ياك صافي تجلس في شي قنت كنتصفح فيسبوك عادي في الريلز ديالو شنو كنحاول ندير كنحاول يعني نحاول فيسبوك يبقى يعطيني دي بروداكت فهمتي لي ريز اللي فيهم ريفيو ديال شي برودوي لي ريفيوز ديال مثلا شي برودوي شي واحد كيدير لي انبوكسين مثلا لي انبوكسين بدا الفيسبوك خصو يعرفني بلي انا باغي دي برودكت الناس كيديروا انبوكسين البرودكت فهمتي يطلعوا لي بحال هاد الفيديوهات هادو في فيسبوك مثلا في لي ريز ولا في لي فيديو يبقاو يطلعوا لي انا كنصفح ريلز ما طلعش لي انا شي خط تراكس ولا روتيني اليومي ولا خصو يطلع لي هادشي حيت انا محتاجو باش محتاجو
اون فوا كتشوف شي ريلز شي ريل فيه اولا دي ريلز فيهم دي بروداكت، اشنو كندير انا؟ كنمشي نهز سكرين شوت ديال داك البروداكت من داك الريلز، كنوقف الريل وكنسكريني داك البروداكت، كنمشي كنديل علي اكسبريس في لابليكاسيون ديال علي اكسبريس، كنرشيرشي بالايماج، كنحط ايماج كيعطيهم داك البرودي داك البروداكت عفوا، كنشوف واش فيه الافيليت ما فيهش، كنقلب على بروداكت كيشبه ليه فيه الافيليت، كنكوبي ليان من التطبيق ديريكت كيعطيني ليان ديال الافيليت من التطبيق الى معطي القضيه اللي مش عارفينها، يعني واش يعطيك يعطيك يعني التطبيق كيعطيك اوتوماتيكمون ليان، يعني ما تحتاجش انت تبقى تهز ليان وتجيبو لهاد اللينك جينيراتور هنايا وتحطو ديلي جينيريت ليك ويعطيك ليك، لا خاص هو يعطي التطبيق يعطيني ديريكت، هي هادي هادي خاصها تكون انابل، هادي يعني هادي خاصها تكون هاكا، علاش باش يبقى يعطيني بحال هكا فوالا، باش يعطيني هادي هاد اللعيبة هادي يبقى يعطيها ليا، اون فوا كيعطيها ليا هنايا دونك التطبيق إلا دخلت ليه بنفس الجيميل باش داخل هنايا مثلا، هاد الجيميل باش داخل هنايا نفسه في التطبيق، كندخلو في التطبيق كيعطيني ليا اوتوماتيك، ما نحتاجش انني نكوبي ليان ونعاود نجيبو سميتو، كيعطيني حتى واش يعني هاد البروداكت هذا فيه الافيليت ولا لا، فهمتو؟ نرجعو للقضية ديال لي ريلز، كنتصفح لي ريلز، انا ما نبقاش نضيع الوقت في لي ريلز، هكا مزيان انك تشوف لي ريلز ولكن شوف داكشي اللي غتستافد منه، اللي غتكسب منه شوية ديال الفلوس، مثلا بروداكت بان ليك واحد شي بروداكت مثلا كيما بغى يكون، كتمشي كيما قلت لكم هز السكرين ديالو حطو في لابليكاسيون قلب عليه شوف شي بروزو يكون فيه لي ريفيو بزاف، يعني دوك ستارز فايف ستارز فيه الناس شراو، كوبي حطو في داك الفيديو، حط صوره في داك الريل عفوا، حط لهم ليان تما قول لهم اودي راه يعني هاد على حسب اللغه ديال داك الريل، على حسب اللغه ديال دوك الناس اللي مكومونتين، كنحط لهم كتقول لهم اودي راه متواجد في علي اكسبريس، كتحط لهم واحد العنوان صغير ديال البرودوي الهيان، وتحط لهم تصويره ديال البرودوي، وهاد القضيه هادي ما شرح حتى واحد لا في اليوتيوب لا ما شرح حتى واحد، من باش اصلا شي واحد يشرح لك شي حاجه، انا شي باغي نشرح لكم بشحال هادي، يعني ما تحت لي الفرصه اشغل، المهم كتحش فرصه دابا قلت ريحت مع راسي كنت ندير واحد الفيديو طويل شويه نشرح فيه كل شيء، و بوستي داك الكومنتير وخليه ودوز الفيديو اخر، بوستي عاوتاني شوف داك البرودوي هز التصويره ديالو كذا نفس العمليه، بوستي زيد وتشوف الا ما كيجيوكمش المبيعات يعني من هاد الطريقه هادي، خدموا غير بهاد الطريقه هادي ويلا خدامه امارش كل برودوي كيجي، علاش؟ حيت دوك الناس كتلقاهم خصوصا باش كتلقى دي كومونتير كيسولوا على البريس، كيسولوا على الثمن، شحال الشحن، فين كاين، هادي عرف بلي كاينين الناس مهتمين، خصوصا الا كان عندك شويه الوقت ومشيتي في الفلتر ديال لي كومونتير واختاريتي الاخر لي كومونتير اللي تحطوا وفيهم بري ولا فيهم برايس ولا فيهم هوماتش ولا فيهم فهمتي شي كومونتير اللي كيوحي لنا وباغي هاد السيد باغي يشري، كنمشي كندير ريبلي كنرد عليه ها هو البروداكت راه متواجد وكنحط ليه ليال، كندوز الاخر ها هو كذا، الا عندك الوقت للقضيه هادي كون على يقين انك غادي تجيب يعني واحد مبيعات على حسب الخدمه ديالك على حسب الجهد ديالك، نتمنى تكون هاد النقطه هادي يعني مفهومه حتى هي، نتمنى نكون يعني شرحت أغلبية ديال الحوايج اللي كيكونوا بالنسبة للسحب، ديجا شرحت حطيت لكم فيديو يعني كيفاش هو يعني هادي نيت طلبت هاد 105 هادي، يعني آخر سحب درت هو 105، حطيت لكم فيديو ديال السحب وشحال وصلني بنك المغرب بيمونتي الفورماسيون، هادي راه داير بنك مغربي هو هذا نفس السمية ديالي بكلشي، كدير بنك مغربي اللي هو تجاري هكا يعني تجاري نعم هذا
مش دونك قطاعات ما كيديوش بزاف. ايوا هذا مكان بالنسبه لهذا الشهر اللي حتى هو ما خدمتش فيه 26 اوردرز ماشي شي حاجه يعني 26 تايف الليليه اللي قدام مثلا واحد القضيه اللي انفو كيفوت 30 يوم ما كيبقاش لك اللي خدام يعني ما كيبقاش يجيب لك كيبقاش يتراكي لك لافيليت يعني خاصك ديما قتلو حلاك شاش من ديما تيلوح يعني كتلقى لي حوال الناس تاع هادشي خاصك تبقى تطلع للمنافسين ديال الناس مثلا اللي حاد البرودكت هذا واحد السيمانه ولا جوج كتلقى ليه نفس البرودكت عاوتاني ولكن يعني ما يعني متغير هذا كيعني انه 30 يوم كيمشي كيمشي لافيليت لينك ديالك ما كيبقاش يجيب لك سميتو الكوميسيون يعني عنده 30 يوم والله اعلم الا كان شي واحد عنده شي معلومه اخرى اصحح ليا كما كتشوفوا لي كليك عيان بزاف لي كليك طبعا 138 ماشي شي حاجه مقارنه بالشهر اللي فات اللي خدمت فيه شويه كانت 1945 حتى هي لا علاقه مقارنه بالشهر اللي قبل منه اللي خدم انا هو اللي خدمت فيه مزيان وهذا ما كان اتمنى يكون الشرح واضح اتمنى نكون شرحت لكم الماكسيموم ديال داكشي اللي كنعرف نتمنى تدعمونا بجيم اشتراك بارطاج الفيديو هادشي ما نحتاجش نقول لكم يعني انفو استفدتي من شي فيديو هادشي اللي كندير شخصيا كنقلب على شي حاجه في اليوتيوب لقيت الجواب على الاقل كندير جيم للسيد اللي حط لي اسم حيت لقيت عنده داكشي اللي بغيت ما لقيتش داكشي اللي بغيت راه كندوز كنشوف فيديو اخر هاد القضيه خص تكون فينا لقيتي داكشي اللي بغيتي لقيتي معلومة دير جيم إلا كاع درتي اشتراك مزيان بارطاجيتي مزيان عجبكش الفيديو ماشي مشكل ما عندناش مشكل حط لينا غير كومونتير قول لنا شنو ما عجبكش شنو بغيتي تفهم شنو ما فهمتيش وحنا معاك وهذا نهاية الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.